السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. سحر الهواتف ربما تكون تحت تأثيره وما انتش عارف. بيدور الآن في فكرك سؤال، إيه هو سحر الهواتف وإيه علاماته؟ اسمح لي يا أخي الكريم إن أنا أعرفك، سحر الهواتف عبارة عن إيه في لحظات معدودة. مجموعة من الجن بتسمى طارق، تعرف إن الطارق ده ممكن يكون مسلم وفي نفس الوقت ممكن يكون كافر، بس بيختار شخص معين من البشر. الشخص ده في صفات معينة بتنطبق فيه شروط محددة، ربما تكون أنت الشخص ده وما انتش عارف. لكن سبحان الله، إيه سبب اختيار واصطفاء الجن المسلم والشياطين لشخص من البشر عشان يفتحوا معاه قناة اتصال؟ كل شخص جواه الإجابة ديت. ربما يكون تأخر علاجك لسنوات طويلة جدا سحر الهواتف، أو ربما يكون الجن اللي مسك أو مسبب لك وسواس قهري سببه سحر الهواتف وما انتش عارف ده. لكن أنا هعرفك خلال المقطع ده سحر الهواتف عبارة عن إيه وإيه أعراضه وأراء العلماء في التواصل مع الجن ورأيي الشخصي واجتهادي. أول عارض من العوارض يا أخي الكريم تكرار الموقف. تسمح لي أن أنا أضرب لك المثال؟ ركز معايا ومش عايزك تترك المقطع ده لأنك هتستفيد جدا من المعلومات اللي موجودة جواه. ربما يكون عندك عارض من العوارض ديت، ربما يكون الجن اللي موجود جواك وصايبك بالسحر، عايزك تتخلص من السحر وبيبعت لك إشارات وأحلام كتيرة لكن ما انتش فاهم. لكن أنا هعرفك إزاي إنك أنت تتواصل وتتخلص من السحر اللي موجود جواك وتعالج نفسك بنفسك من القرآن ومن السنة. مش هنخالف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا هنخالف القرآن الكريم في أي كلمة من الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي. تعال بقى معايا للعارض الأول واسمح لي أن أنا أضرب لك المثال. أنا كشخص بيتكرر معايا الموقف، بخرج من البيت فبروح أقعد على كافيه، بجتمع مع مجموعة أشخاص معينين، أقول أنا اجتمعت معكم قبل كده، المكان ده أنا جيت فيه، البلد ديت أنا حاسس أن أنا زرتها قبل كده وشفت المناظر ديت وتعاملت مع الأشخاص دولت قبل كده، وفي حاجة تانية بتحصل مع بعض الأشخاص أو مع فصيل تاني ربما تكون أنت منهم. تشوف شخص كده من بعيد فتحس أنك أنت ما أنتش متقبله نهائيا، في كره موجود جواك لكن ما أنتش عارف إيه هو سبب الكره ده. مجرد ما الشخص ده بيتعامل معك أو بيحتك بيك يحصل بينك وبينه خلاف شديد جدا ومنافرة شديدة جدا وربما تمسكوا في خناق بعض، ما سألتش نفسك إيه السبب ده. كذلك أيضا التفكير في أشياء وبعد ما بتفكر فيها بتبص تلاقيها بتحصل قدامك ما تستغربش، لكن لو في أي شخص بيسمعني عنده تفسير للكلام اللي أنا بقوله ده غير اللي أنا هشرحه لك في المقطع ده حطه في كومنت أسفل الفيديو، حتى متابعينا في قناة تفسير الأحلام يستفيدوا من التعليق بتاعك. لكن خلينا أكمل باقي الأعراض. هنخش بقى على الجزئية الثانية وهي أثناء النوم وانت نايم. أكون نايم فشوف حلم، الحلم ده عبارة عن مشهد مدته 3 دقائق لشخص من قريبي، ممكن يكون أخويا، ممكن تكون والدتي، ممكن تكون بنتي، وأشوف موقف بالتفصيل. فأصحى من النوم أرفع السماعة أقول ألو، هو أنت حصل معاك كذا كذا كذا؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنت عرفت إزاي؟ هو أنت كنت موجود معايا وأنا مش عارف؟ الله أكبر. فيستغرب من اللي بيحصل معاك. تقدر تقول لي أي سبب تاني غير الأسباب اللي أنا بذكرها لك الآن للي بيحصل معاك؟ مش هتلاقي أي سبب غير إن هو الجن اصطفاك واختارك لهدف معين. لو عرفت الهدف ده ربما أنك أنت تتخلص من السحر نهائيا، لكن كن على حذر، ربما أن الجن اللي اختارك ده يكون شيطان فيضلك عن سبيل الله عز وجل. فكم من شخص ضل عن طريق الهدى وضل عن طريق الصلاح. بعض الرقاة بيقولوا ان احنا معانا جن. هل انت عارف ان الجن ده موجود جوه جسمك ولا خارج الجسم؟ هل تعرف ان هو فضل من الله عز وجل عليك ولا عبارة عن اتصال بسبب هدف معين؟ لان بيترتب على ذلك ضرر شديد جدا فيما بعد. ولكن لو انت استخدمت الاساليب الصحيحة بما يرضي الله عز وجل وبما يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية مش هتصاب بأي ضرر. نكمل مع بعض باقي الأعراض. قلنا أنك أنت بتشوف منام فبيحصل كما توقعت بالضبط. تصور أن في بعض الأشخاص
بيخاف ان هو ينام الا يشوف في الحلم حاجه والحاجه دي بتحصل. ام من الامهات بتشوف بنت من ابنائها بيحصل معاها شيء مش كويس فتصحى من النوم مفزوعه، فتيجي تتصل ببنتها فتلاقي ان الشيء اللي شافته حصل. وبعض الاشخاص بيشوفوا اشياء بتحدث انا لو اتكلمت عنها ربما ان العقل بتاعك ما يتقبلهاش، لكن انا عايز الاشخاص اللي بتحصل معاها المواقف ديت لو تكرموا يحطوا في تعليق اسفل الفيديو اللي بيحصل معاهم عشان كل المتابعين ينتبهوا من موضوع سحر الهواتف. العلامة التالتة او العرض التالت المكاشفة. سمحت مسلسل طائع قبل كده؟ تعرف الشخص الكشاف اللي بيشوف الكنوز اللي موجودة تحت الأرض؟ تفتكر هو بيشوفها ازاي؟ ما سألتش نفسك ايه اللي خلاك تشوف الكنوز ديت؟ قناة التواصل اللي اتفتحت بينك وبين عالم الجن، او قناة التواصل اللي اتفتحت بينك وبين عالم الشياطين. عشان كده يا اخي الكريم انا هعرفك ازاي انك انت تستخدم الاشياء ديت بالسنة بالقرآن، عشان الاشياء ديت طالما انك انت بتعاني منها فانت اصبت بسحر الهواتف، فانت تحت الامر الواقع، فتتصرف بما يرضي الله عز وجل عشان تتخلص ارواح اللي بتحيط بيك بصفة عامة. الاشخاص اللي بيدلوا على اماكن الاشياء المفقودة، تعرف ان في بينك وبين عالم الجن تواصل، وفي قناة تواصل بينك وبين عالم الجن. تعال بقى اعرفك رأي الدين والشريعة ايه في المسألة ديت. ناخد رأي شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. شيخ الاسلام ابن تيمية يرى انه لا مانع في استعمال الجن فيما يرضي الله عز وجل وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ان الشخص مثلا يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالصيام، يأمرهم بفعل الخير. وما يمنعش ان الجن ايضا يؤمروك بالصلاة، يؤمروك بفعل الخير، يؤمروك ايضا بإقامة أعمال الخير، أمرك أيضا بالمعروف وينهوك عن المنكر. وأجاز أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الإنسان يستعملهم في الأشياء المباحة لي فيما يرضي الله عز وجل. لكن بعض الأشخاص ربما أن هي تستعمل الجن اللي جالها عن طريق الوراثة، عن طريق الأب، عن طريق الجد، لأن الموضوع كبير قوي يحتاج لحلقات كتيرة جدا، انا ما اقدرش ان انا الخصها في حلقه واحده. عشان كده اللي تابع الحلقات اللي فاتت عن سلسله الوسواس القهري وعلاج القرين والمسائل دي كلها هيعرف معنى الكلام اللي انا بقوله. فلو انت بتتابع اي حلقه من الحلقات لازم تسمعها من اول دقيقه لاخر دقيقه، لان فيها رسائل لعلاج حالتك اللي انت بتعاني منها. ونرجع تاني للفتاوى ورأي شيخ الاسلام ابن تيمية في التعامل في المسألة ديت. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ان الانسان ما ينفعش ان يستعملهم في العدوان وفي الاثم، فما ينفعش انك انت تستخدمهم في شيء بيغضب الله عز وجل. هذا ما يقصده شيخ الاسلام ابن تيمية. ويقول ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية ان الشخص اللي بيكون فيه صفات التعامل مع الجن الصالح المؤمن لازم يكون ولي من اولياء الله عز وجل. فاسمح لي ان انا اسالك سؤال، ايه موضعك من العبادات؟ ايه موضعك من الصلاة؟ ايه موضعك من فعل الخير؟ ايه موضعك الان من الله عز وجل؟ عشان اعرف ان الجن اللي موجودين معاك دولت مسلمين ولا كافرين. ده اللي انا حسبته لك ايضا خلال الحلقه ديت عشان تنتبه، عشان لو انت بتقول ان انا معايا بصيره، البصيره ديت اللي هي ايه؟ الشخص الكشاف او الشخص المرايه. ممكن تكون المرايه ديت اتفتحت لاجل شيء معين، زي في فصيل من الاشخاص اللي بتسمعني بتشوف ان هي داخله حروب، وبتشوف ان هي بتقرب من ملك، او بتشوف شخص عظيم كده وهي ملتفه حواليه. الموضوع كبير جدا يا اخي الكريم، قلت لك حلقه واحده ما تكفيهوش، لكن خليني اخد راي الشيخ ابن باز في مساله التواصل مع الجن. الشيخ ابن باز قال ان ما ينفعش حد يستخدم الجن حتى في نفع الانسان وعلاجهم، لان ده داخل في باب الاستمتاع، ويدخل تحت قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. وقال اولياؤهم من الانس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. لكن المشكلة الكبيرة هنا اللي بتدور جوه أي واحد بيعاني من الأعراض اللي أنا ذكرتها، إيه الحل يا شيخ طالما إن أنا ما ينفعش إن أنا أتواصل مع الجن؟ عشان أعرف إيه سبب الاتصال اللي حصل أو قناة الوصل اللي حصلت بيني وبينهم، إيه سببها؟ حصلت معايا أنا خصيصا ليه؟
وعايزك تعرف ان الاتصال بيكون على اوجه. في اتصال بيكون اتصال وسوسة، وفي اتصال بيكون عبارة عن نزغ او نبض، وفي اتصال بيسمى بالمس الطائف، وفي اتصال اخر بيسمى بالامتزاج. انواع الاتصال ديت هي اللي انا هتكلم عنها في الحلقة اللي جاية ان شاء الرحمن. انا بقى الشخص في المسألة ديت ايه؟ لازم انك انت تنتبه في التعامل مع الجن يا اخي الكريم. ايه اللي يعرفك؟ ما ربما ان الجن اللي انت بتستخدمه في علاج البشر او بتستخدمه في علاج الناس ده يكون في اتصال، يعني جوه جسمك، ومعنى ان هو جوه جسمك هيترتب ليك ضرر شديد جدا، وربما ان يكون الاتصال ده وراثي، او ربما ان يكون الجن اللي موجود جواك هو جن صالح. وعشان نفصل القول في المسألة ديت، اسمح لي بثلاث دقايق من وقتك. عايزك دلوقتي تقوم تتوضى، بعد ما تتوضى هتستمع الى آيات قرآنية مني، بعد ما تردد الدعاء ده ورايا، ردده في سرك، ها؟ جاهز انك انت تردد الدعاء؟ قول ورايا: بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، فلا حول ولا قوة إلا بك، حسبي الله ونعم الوكيل، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استعذ بالله الآن من الشيطان الرجيم وقول ورايا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه. ثم بعد ذلك يا أخي الكريم، مش عايزك تتكلم لمدة دقيقتين، هسألك سؤال، وبعد إجابتك على السؤال ده هقولك إن سحر الهواتف والجن اللي محيط بيك وإن الأخبار اللي بتحصل معاك والأشياء ديت مسلمة ولا غير مسلمة، بناء على إجابتك على السؤال اللي هسأله، وهتجاوبني على إجابة السؤال ده في الكومنتات. ولو وصلت لهنا فركز معايا بقى وما تتكلمش، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واصمت لمدة دقيقتين، ولو غمضت عينك يكون أفضل عشان التركيز يكون أقوى، وبعد الدقيقتين هسألك سؤال. يلا جاهز؟ استعذت بالله من الشيطان الرجيم، خلينا نبدأ القراءة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفه ونفخه، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون، إنهم لمحضرون، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله، بسم الله، بسم الله. إيدك الشمال هي اللي نملت ورجلك الشمال، ولا إيدك اليمين هي اللي نملت ورجلك اليمين؟ لو إيدك الشمال
ورجلك الشمال اللي نملت، فاعرف ان الاتصال بتاع سحر الهواتف ده اتصال عبارة عن شياطين. انك وصلت لحد هنا، عايزك انك انت تشير الحلقة ديت لكل شخص عنده الاعراض اللي انا ذكرتها عشان يجرب الطريقة ويعرف ايه اللي عنده. وكذلك يا اخي الكريم، لو عجبتك الحلقة ديت اعمل لها شير، وتقدر تعيد النشر بتاعها مرة تانية على صفحتك او على قناتك، ومش هطلبك بحقوق طبع ونشر. ولو اول مرة بتسمعني اضغط على زر سبسكرايب وفعل الجرس. ولو عندك اي معلومة عن سحر الهواتف وحصل معك اي شيء غريب حطه في كومنت اسفل الفيديو. اراكم في الحلقة القادمة يوم السبت ان شاء الرحمن. دمتم فود، في امان الله.